انتقل الى القاهره مع استاذ العلاقات الدوليه الدكتور رائد العزاوي. مساء الخير دكتور العزاوي. طبعا كنا في حديث مع اكثر من محلل سياسي يتابعون الموقف الان في بغداد وباقي المحافظات. هناك من طرح الحل في المرجعيه، في ضغط المرجعية في النجف وأيضا المحكمة الاتحادية، هل تشاطرهم هذا الرأي؟ التحية التقدير واحترام لشخصك الكريم السيدات الفضليات السادة الأفاضل مشاهدي قناتكم. الحديث عن الحلول بالترقيعية لم تعد يعني مع وجود شارع محتقن. بعض اللي يعتقد بأنه هذا هو يعني هذا الذي نراه الآن هو حالة حراك لدى التيار السعودي، هذا غير صحيح. يعني من يعتقد بأن حالة الحراك التي ستحصل أو التي تحصل الآن وربما في قادم الساعات، لا أعتقد بأنه يعني إلا أن يقول بشكل واضح أن هناك جمهور واسع من الشعب العراقي مقدار 80% لم يكن متحزبا، لم يشارك في العمل السياسي في أو لم يشارك في الانتخابات، وليس معطرا في إطار أو تيار أو قوى سنية أو شيعية أو كردية. هذا الـ 80% هو الذي سيتحرك. إذا عندما نتحدث عن حلول ترقيعية، بالتأكيد المرجعية لها دور لا عندنا شيخ، ولكن دورها أصبح متأخر الآن. يعني خطوات المرجعية كانت يمكن أن تكون بشكل واضح عندما بدأت الأزمة السياسية من قبل حوالي 10 أشهر، كان يمكن أن تتدخل المرجعية بشكل واضح وأن تحدد إطار عام لحلحلة الأزمة. أنا أعتقد بأننا نتجه إلى سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما. أما السيناريو الأول فهو بشكل واضح أن تبقى الأمور بهذا الشكل، بمعنى أنه لا يستطيع أو لا تستطيع رئاسة البرلمان أن يقوم بانتخابات، وهو غير قادر حقيقة. يعني من يعتقد بأنه البرلمان العراقي حتى لو انسحب المتظاهرون اليوم وعقد جلسته خلال ساعات لن يستطيع أن يشكل حكومة، لن يستطيع. لأن الشارع العراقي، كل الشارع العراقي وليس الإطار وليس التيار الصدري فقط، كل الشارع العراقي ليس لديه ثقة بهذه الحكومة. هو يعتقد بأن هذه الحكومة تتماهى مع المشروع الإيراني، وهذه الحكومة لديها أجندة واضحة لتفتيت البلد، وقد جرب كل من فيها سابقا إذا كنا نتحدث عن أشخاص أو عن قوى سياسية. وبالتالي أصبح السيناريو هذا هو سيناريو يعني بعيد المنال. السيناريو الآخر وهو شيء وهو يعني واضح الآن أنه هذا الحراك لن ينتهي بأي حال من الأحوال، حتى إذا انسحب الجمهور من المقرات الرئاسية ومجلس النواب وما إلى ذلك، بمعنى أنه نحتاج إلى خارطة طريق. وأنا من وجهة نظري دائما ما نقول أنه إيجاد الحلول أفضل من أنصاف الحلول. أولا يجب أن نثق ثقة كاملة بأنه ما عادت القوى السياسية الحالية مستساغة ومقبولة لا من المجتمع العراقي ولا حتى من المجتمع الإقليمي. نعم والدول. نعم ذكرت أنت إذن السيناريوهين ذكرت السيناريوهين دكتور العزاوي. دعني أسألك عن حظر التجول المفروض منذ 3:30 بعد ظهر اليوم في العراق. من الواضح بأنه غير ساري المفعول لأن المتظاهرين ما زالوا يندفعون باتجاه المنطقة الخضراء. كيف تفسر عمل الأجهزة الأمنية الآن بعدم تصديها لهؤلاء؟ بالتأكيد الأجهزة الأمنية لن تكرر سيناريو 2019. تتذكرين جيدا وأذكر أنه كنا معك على الهواء مباشرة ليلا عندما تحدثنا وقلنا أنه فرض حظر التجوال في تشرين في ذلك الوقت لن يؤتي أكله، وفعلا كسر حظر التجوال في العراق وانتهى. العراقيون من الصعب، شوف كل تاريخ العراق أكلمك عن سنة 58 حصل حظر التجوال، لم في عام 61 في وقت محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم 59 في 63 في 68 في 67 حصلت عديد المرات حظر التجوال في العراق، لم ينفذ حظر التجوال في العراق. العراقيون أكثر شعب في العالم يكسر حظر التجوال. وعليه أنا أعتقد أن الأجهزة الأمنية اليوم لديها حرص على حياة الناس وحياة المواطنين، وهي لا تريد أن تكرر بمعنى أو بآخر ما جرى في 2009. وهذا يحسب بصراحة رغم كل الملاحظات على حكومة الكاظمي، لكن يحسب لحكومة الكاظمي. ولكن الآن اسمح لي فقط أذكر هذا الخبر العاجل، أصوات إطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء. هذا الخبر الذي أورده مراسلنا في بغداد بالنظر طبعا
للحديث الذي أتيت على ذكره، إذن أصوات إطلاق نار كثيف داخل المنطقة الخضراء، يبدو بأن قوات الأمن العراقية بدأت فعلا ربما تحاول تفرقة المتظاهرين في هذه المنطقة الخضراء بعد دخول حظر التجول طبعا تقريبا الساعة 3:30 بتوقيت بغداد. على الرغم من ذلك رأينا طبعا مشاهد لمتظاهرين وهم يندفعون نحو هذه المنطقة، رأيناهم أيضا وهم يقتحمون القصر الجمهوري، يحاولون أيضا اقتحام مقر رئاسة الوزراء، وهذا ما دعا الكاظمي لإصدار بيان بتعليق نشاطات وجلسات رئاسة الوزراء إلى إشعار آخر. إذن الهتافات الآن التي يطلقها المحتجون وهم يحملون العلم العراقي مستمرة من أمام مقر رئاسة الوزراء في بغداد. قبل أن أذهب إلى السيد الموسوي، أود أن أسألك الدكتور العزاوي عن أيضا تحمل الإطار التنسيقي للمسؤولية فيما يجري. كثيرون يحملون الصدر وأتباعه ما يجري، لكن ضيوفنا قبل قليل وبالتحديد السيد معن الجموري كان يتحدث أيضا عن مسؤولية الإطار التنسيقي فيما يجري، كيف تقرأها دكتور العزاوي؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد أصوات الإطلاقات النارية هذه أصوات القنابل المسيلة للدموع وليست إطلاق نار، يعني بالتأكيد لأنه تأكدنا من مصادرنا. هذه إطلاق قنابل مسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن مبنى مجلس مبنى القصر الحكومي أو القصر الجمهوري. وبالفعل هناك حالة من الابتعاد، يعني هناك ابتعدوا حتى عن داخل القصر، خرجوا من داخل القصر. الجزء كبير يتحمل فقط اسمح لي فقط القوات الأمنية أيضا يبدو بأنها تستدعي، اسمح لي فقط بالمقاطعة سيد العزاوي، تستدعي قوات أمنية بسبب هذا الوضع الأمني وما سمته حالة الإنذار القصوى، استدعت عناصر الاحتياط لمواجهة التطورات في بغداد. إذا نحن أمام تطورات متسارعة. بالتأكيد نحن أمام تطورات متسارعة، وقلت لك القادم من الساعات سيتحدث عن جهة جديدة، عن وجوه جديدة، كما كنت أسميها دائما الكتلة الصامتة. ستتحرك هذه الكتلة الصامتة، بمعنى أن هذه التظاهرات أرجو أن لا توضع في عباءة التيار الصدري. هناك 80% من الشعب العراقي، أنت تتحدثين عن كتلة سياسية انتخابية مقدارها 4 مليون، تتكلمين عن 25.5 مليون عراقي ممن يوقفهم التصويت. هؤلاء لن يتحركوا لحد الآن. لا سأقول لك أكثر من ذلك، هناك حالة من الاحتقان حتى في داخل شمال العراق، في شوارع كردستان العراق، في غربية العراق، في المحافظات الأخرى. هناك نعم دكتور العزاوي، سوف نشهد خلال ساعات. طيب اسمح لي دكتور العزاوي، لابد من ذكر أيضا بعض التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي طالب جميع الأطراف في العراق بضبط النفس، كما دعا الكاظمي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية، مؤكدا على دور التيار في السابق في دعم الدولة وحرصه على هيبتها. وقال الكاظمي إن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها. إذن هذه هي دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. حيدر العبادي أيضا من جهته رئيس الوزراء الأسبق من جهته أيضا دعا إلى التهدئة في تصريح منسوب إليه، وطالب المتظاهرين أيضا بضبط النفس وعدم الانجرار خلف الفتن. هذه دعوة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق في العراق.